فنقول التوحيد أولا يا عباد الله، اقرأ باسم ربك لا باسم أحد آخر. أول آية تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالقراءة ليس باسم الله والعزى ولا ولا ولا، باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اعرف من الذي خلقه، وكل الناس يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإذا الذي خلقك هو الذي يستحق أن تقرأ باسمه وتعبده. فالتوحيد أولا يا عباد الله، يجب أن لا يستهين هذا الأمر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الصلاة والزكاة والأركان الأخرى تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يأتي ولا يذر شيئا مما يناقض لا إله إلا الله، مما يناقض إسلامه ومما يناقض إيمانه. ووالله ما منع المسلمون من الذل والهوان الذي يعيشون فيها الآن، ما كثرتهم وما كثرة أموالهم وأفرادهم، ما منوا إلا هذا الركن الأول، هو الذي ضيعوها في العالم كله. وما هذه المشاهد؟ ما هذه القباب؟ ما هذه القبور التي ينذر لها النذور ويسجد لها السجود؟ أليس هذا واقع في بلاد الإسلام عامة؟ وكان هنا أيضا، لكن الحمد لله الذي طهر هذه البلاد، ولكن هناك ناس مخذولون من العالم كله يصيحون يجب أن تبنى القباب، يجب أن تبنى المشاهد والمزارات. نقول لهم كما قال الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد أصلحه الله تبارك وتعالى، فلا تفسدوها. ولذلك نقول يجب على كل أب أن يعلم ابنه أول ما يعلم إذا فتح عينه: الله، أين الله، وما صفة الله، وكذا إلى آخره. التوحيد أولا. ونحن نعرف أن بلاد الإسلام في الحقيقة التوحيد فيه مظلوم، هذه الكلمة دائما أنا أستعمل: مظلوم ومظلومون، ظلمه أهله. انظر إلى القبور والمشاهد، الناس يسجدون لها سجودا. وقد قرأنا في بعض الكتب، ذكر لنا بعض الإخوة أنه ذهب إلى، وهو من المشايخ الكبار، ذهب ليرى ماذا يفعلون الناس على القبر الفلاني، قبر الهجويري أو قبر الفلاني، من هو؟ قال: فذهبت فوجدت أن الناس يسجدون من القبر، هو قبلتهم، من كل جهة مثل الكعبة يسجدون الناس من هنا، وهم واقعين في السجدة هكذا. ومثل قال: كشوكولاتة أو حلاوة إذا رميت أنت تأتي الذر من كل جهة فتأكله هكذا وهم ساجدين. سبحان الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذه السجدة الذي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يبذله لغير الله عز وجل. أمر واقع. وأنا بدون مؤاخذة لا يعني ذهبت إلى مصر أيضا التي علمت الدنيا وفيها علماء، لكنهم مغلوبون على أمرهم. الآن تجد هناك أيضا مشاهد وقبور، والسيدي أحمد والبدوي والزينب وكذا وكذا، الله المستعان. وفي الهند وفي باكستان، كلها دول إسلامية، في بنغلاديش تجد فيها قباب ومشاهد، ويعبدون من دون الله.